اخيرا الحمد لله وصلنا للثور اللي قدامكم ده يا اخوانا، غار ثور اللي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. دي فتحه الغار، شفتوا احنا في قمه الجبل، في اعلى حته في الجبل، حوالي اكتر من 2000 قدم وصل هنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا جماعه بدانا رحلتنا الساعه 6 صباحا، احنا النهارده 16 رمضان، اليوم اللي انتوا بتشوفوا فيه الحلقه، بس احنا بنصور الصبح بدري. ابتدينا 6 صباحا، الساعه دلوقتي 9 وربع صباحا، لسه واصلين الى غار ثور. بس لا تتخيلوا الفرحه قد ايه، رغم ان التعب شديد جدا والناس صايمه، ومش انا لوحدي، ده ربنا يكرمهم كل اخواننا اللي بيصوروا معانا والمخرج، كلنا مع بعض واخدين النيه مع بعض. انتوا عارفين احنا طلعنا لغايه هنا ليه؟ عشان نحسسكم رسولنا بذل قد ايه. كل دي هي النيه كده. كان ممكن نصور في التكييف وفي الكاميرات وفي الاستوديو من قدام المسجد واحنا مش صايمين وفطرين ومش عطشانين، لكن طعمها حلو قوي. العرق ده بيفكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، التعب ده بيفكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الغار يا جماعه مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه: الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآيات دي هنا يا جماعة ونزلت هنا، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل هو وسيدنا أبو بكر، ويمكن وصلوا في وقت مشابه لدون لأن هم قاموا بالليل خالص، وصلوا هنا ودخلوا من هنا. أسألكوا سؤال يا جماعة سألته لكم وإحنا طالعين يا جماعة: يا ترى إيه أعظم يوم للإسلام؟ يا ترى يوم بداية الدعوة ولا يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه يوم اللي نبدأ به التأريخ؟ ربنا بيقول إلا تنصروه فقد نصره الله، اعتبر إن الفتح. احنا دلوقتي كنا جوه غار ثور، هنا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر 3 سنين. دي فتحة الغار اللي احنا دخلنا منها. شفت قريش واقفه بره، لو بس دخلوا يا دوب خطوتين يلاقوا النبي قاعد هو سيدنا ابو بكر. طبعا الارض ما كانتش بلاط كده، هي اتبلطت دلوقتي، لكن تخيل هي كانت رمله. هنا يا رسول الله 3 ايام، شايف الارتفاع عامل ازاي؟ يا سلام يا رسول الله. فاكرين يا جماعه لما قلنا عن غار حراء ان هو كان عامل زي حضن؟ تخيل ده نفس الشيء. حد يصدق يا جماعه ان بدايه انتصار الاسلام ابتدى من الحته دي؟